كما كتعرفوا ان اداره المياه والغابات وصلت بشكايات من طرف الساكنه القريبه للواد من خلال سكنه طنطا اللي كتفيد ان هناك وجود قطعان من الخنزير البري، وبهذا قررت المندوبيه الساميه للمياه والغابات تفعيل احاشه بواد بن خليل للحد من اضرار هذا الخنزير البري. والحمد لله دازت المرحله الاولى من الاحاشه اليوم بطريقه امنه وطريقه سلميه، واللي سقط فيها خنزير بري واحد، وكنتسناو ان شاء الله في الشطر الثاني من اليوم في هذا المساء نشوفوا حصيله اللي تكون مزيانه. جاوبينات نحنا عليه هنا فين نضربوا لا لا جيتي مكروزي معاك انا نروح لك شويه هكا باش تضرب له غير شويه رجعتي شويه هادشي نضرب اش باش نضرب عرجي هنا تتلاح وسط ربع. استدعونا الجمعيات السلطات باش نقوموا باحاشه الخنزير البري، وهذه اول تراك درنا مات فيه واحد الخنزير البري، وغادي نديروا التراك الثانيه ان شاء الله، ونتمنى حتى هي باش تدوز بالسلام، لان اهم شيء هي السلامه ديال المواطنين ديال القناصه، ونحاولوا نقلصوا من هذا الخنزير اللي كيشكل خطور على المواطنين. استدعونا الاخوان ديال طنطان على المحاربه ديال الخنزير البري، وجينا نتعاونوا معهم عليه. على كل حال اليوم كيف ما شفتوا كانت الحاله ناقصه شويه فيه انه ما مرق، ولكن ان شاء الله العمليه مستمره، ونتمنى ان شاء الله التوفيق. ارجع ارجع راه هو اللي كمل الدراري راه باقيين هنا باقيين هنا.